سيلان اللعاب عند الأطفال، 6 تمرينات للتخلص من سيلان اللعاب عند الأطفال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم دكتور عبد الله عبدين، بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة ومعيد بكلية العلاج الطبيعي جامعة الأهرام الكندية. طبعا لو دي أول مرة تشوفوا فيديوهات لمركز الطفل للعلاج الطبيعي للأطفال، فأحب أقول لكم إن في فيديوهات تانية كتير مفيدة على قناتنا، زي 3 حلول للتخلص من التبول اللا إرادي عند الأطفال، و3 أكلات تزيد التشنجات عند أطفال الشلل الدماغي فاحذروها، وكمان فيديوهات تانية كتيرة مفيدة أكيد هتفيدكم إن شاء الله. كل اللي عليكم تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تظهر لكم هذه الفيديوهات، وطبعا مش محتاجين توصية، تعملوا إعجاب بالفيديو وتكتب تعليق بحالة طفلك أو استفسارك اللي عاوز تستفسر عنه، وإحنا نشوف كل التعليقات واكيد بنرد عليها. ومن غير ما نطول عليكم ندخل على طول في حلقه اليوم. ارسل لنا عدد كبير من متابعين الفتره اللي فاتت بيسالوا عن مشكله سيلان اللعاب عند الاطفال، وان طفله مش بيقدر يتحكم في سيلان اللعاب وبيخرج خارج الفم، او الرياله بتطلع بره الفم. وفي الفيديو ده هنعرف 6 تمرينات للتخلص من سيلان اللعاب عند الاطفال ان شاء الله. وزي ما عودناكم ان قبل ما بنعمل اي حاجة لازم نعرف الاول اسباب المشكلة، لان الاسباب دي هي اللي هتحدد طريقة العلاج. واسباب افراز اللعاب بكثرة قد تكون كالتالي: التسنين عند الاطفال، او التهاب بالفم، او لو في مغص، بس دي تعتبر اسباب طبيعية ومش هي دي موضوع حلقتنا اليوم، ولكن هتظل تمريناتنا هتساعد مع هذه الحالات. لكن سيلان اللعاب في هذه الحالات بيعتبر شيء طبيعي في اول سنتين من العمر عند الاطفال الرضع، لانه بيكون لسه لم يتحكموا بعد في البلع وعضلات الفم بشكل جيد. انما الاسباب الاساسية واللي هي صلب موضوعنا اليوم: اولا المشاكل العصبية مثل اطفال الشلل الدماغي، سواء كانت المشاكل دي بسبب ضعف عضلات الفم او صعوبة في البلع، او كعرض جانبي لبعض الادوية اللي بياخدوها، او بعض المضادات الحيوية اللي بتزيد من سيلان اللعاب عند الاطفال. وفي بعض المشاكل التانية واللي وجودها هيتطلب استشارة الطبيب، طبيب الاطفال، زي مشاكل في الجهاز التنفسي مثل انسداد الجيوب الانفية او تضخم لحمية الانف، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء، مشاكل جينية واللي تعتبر تبعنا برضو زي الجينيتك سيندرومز اللي من اشهرها الداون سيندروم، واللي بيكون عندهم الفم اصغر من الحجم الطبيعي، واخر حاجة والعياذ بالله ان يكون فيه سرطان في الغدد اللعابية فمؤدي الى تضخمها، وبالتالي الافرازات بتاعتها بتخرج بشكل اكبر بكتير. طبعا لو مفيش اي سبب من الاسباب التانية دي فساعتها ممكن نفكر في موضوع السرطان دوت وممكن لازم نكشف عليه، انما لو في اي سبب من الاسباب التانية فنستبعد موضوع السرطان ده ومنقلقش منه ان شاء الله ما يكونش فيه اي حاجة وحشة. طيب شوقتنا دكتور، قول بقى 6 تمرينات اللي هتساعد على التخلص من سيلان اللعاب عند الاطفال. اول تمرين خافض اللسان او التانج ديبريسور الذي يستخدمه اطباء الانف والاذن والحنجره. الطريقه هنحرك اللسان به من اسفل لاعلى كما هو موضح، ومن اسفل جانب اللسان لاعلى كما هو موضح ايضا، وممكن نستخدم عسل النحل لانه ماده لزجه، بالتالي هتتطلب مجهود من الطفل علشان يحرك لسانه، وهو ده المطلوب انه يحرك اللسان بشكل اصعب شوية، فبالتالي كأنه بيبذل مجهود في الحركة عشان بعد كده الحركة دي تكون اسهل عليه. التدريب التاني معانا تدريب الثلج. هنعمل مساج جانبي الوجه من اسفل لاعلى كل جانب 10 مرات كما هو موضح، وتدليك الجبهة في اتجاه 1 10 مرات كما هو موضح ايضا. التدريب الثالث فرشة السنان بها بطارية تعمل ذبذبات يكون افضل طبعا، ونعمل نفس اللي عملناه في تدريب التلج، زائد تفريش اللسان بالفرشاة، ان احنا نعمل الفرشة كلها، ان احنا نعمل اللسان كله بالفرشة، زائد بايدينا نعمل تنبيه على زاويتين الفم بشكل بسيط ما يوجعش الطفل، كنوع من التنبيه الحسي للطفل عشان يزيد الاحساس بالمناطق دي، وبالتالي هتزيد الاشارات العصبية اللي واصلة ليه. التمرين الرابع تدريب النفخ او تمرين النفخ، وممكن نستخدم حاجة بسيطة في الأول زي الصفارة، وبعد كده نبدأ نصعب إن هو ينفخ بالون. التمرين الخامس تمرين العضاضة، لو الطفل مش قادر يعض عليها ممكن بمساعدة خفيفة من الفك من تحت نرفعه لفوق وهو يحاول يعض عليها. أيضا يمكن دهان فم الطفل بالصفرجل أو الرمان المطحون، لأن دي مواد لها صفة قابضة اللي هي بتمتص المية، بالتالي هتساعد الفم ان هو ما يبقاش فيه سيلان لعاب بكثرة وتدهن مرتين صباحا ومساء. اخر تمرين معانا واللي يعني ما بنحبوش لان هو بيضايق الطفل، لكن هيظل حل من ضمن الحلول، وهو استخدام قطرات الليمون
او تدريب الحامض. الفكرة ان احنا ببساطة هنجيب قطرات الليمون وهننزلها على طرف اللسان بتاع الطفل، بالتالي الطفل هيحاول يسحب لسانه بعيد عن قطرات الليمون دي وانه يحرك لسانه، وهو ده المطلوب في التمرين، ان هو يحرك لسانه كنوع من التدريب له. التدريبات دي بتاخد وقت شوية، بالتالي لازم نصبر، لان الحل الاخير في حالة عدم استجابة الطفل بهذه التمرينات هو الحل الجراحي. فبعد التمرينات دي والعلاج الوظائفي لو قعدنا فترة عليها ولا يوجد تحسن ولو بسيط، فساعتها هيكون الحل النهائي بالنسبة لنا هو التدخل الجراحي أو العلاج الإشعاعي لتقليل عمل الغدد اللعابية. طبعا ما تنساش تعمل إعجاب بالفيديو وتكتب تعليق باستفسارك أو حالة طفلك، وإحنا بنرد على كل التعليقات. ولو حسيت إنك استفدت من الفيديو فعلا اعمل مشاركة للفيديو، لأن زكاة العلم تبليغه، واشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، سواء في سلسلة عالج طفلك بالمنزل واللي فيه جروبنا، جروب عالج طفلك بالمنزل على الفيسبوك، اللينك بتاعه أسفل الفيديو، واللي فيها مجموعة من الفيديوهات المتميزة لعلاج الطفل بالمنزل، أو طبيبك بين إيديك، واللي بنناقش فيه مجموعة من الأسئلة الهامة التي تسألها أمهات الأطفال، زي كيف أختار أفضل مركز علاج طبيعي في مصر، والقواعد التي يجب اتباعها عند اختيار المركز، وده شرحناه في فيديو ما هو أفضل مركز علاج طبيعي في مصر، وحطينا 3 قواعد رئيسية وشرحناهم بالتفصيل، بحيث إن أي حد عاوز يجي مصر يعالج طفله يقدر يختار المركز الصح من غير ما يتعرض للنصب أو المراكز اللي فاتحها ناس غير مختصين في العلاج الطبيعي للأطفال. في النهاية أحب أقول لكم شكرا أنكم وصلتوا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.